الحق، هل ما زلتم لا تعرفون كيف يذهب الأبطال الخارقين إلى السينما؟ إذن شاهدوا الفيديو الجديد على وجه سرعة لنبدأ. هناك شيء في السينما، أن الحلويات ممنوعة حتى البطل تور. لكن تور لا يوافق أبداً. يبدو أننا بحاجة لمعرفة من هو المسؤولون. يا رفاق، مع من أنتم؟ مع الحارس أم مع تور؟ كل شيء ستقرره المنافسة. نعم، عليك أن تضربها جيداً بالمطرقة. ليس سهلاً. أوي، يبدو أن فرصة هذا الحارس ضئيلة. على الرغم، كما ترون. حسناً، حان دور تور. لا يزال هو بطل خارق، وعلى الأرجح سيكون شيئاً ما. أوهو، يا لها من ضربة. طارت الكرة في الفضاء وفقد الرفاق رؤيتها تماماً. لم يخسر الحارس المسكين فحسب، بل وصلت الكرة إلى جبهته. حسناً، انتهت المنافسة، لذا لا تترددوا في إحضار الحلويات إلى القاعة والاستمتاع بها. تور بالطبع بصفته الفائز الشرعي يذهب أيضاً إلى القاعة، لأن الفيلم على وشك أن يبدأ. حسناً، الحارس غاضب أكثر من أي وقت مضى، وبهذه العين السوداء سوف يمشي لفترة طويلة. هذه حقيقة. الآن ليس فقط لحلويات، ولكن أيضاً لا أبطال خارقون أيضاً، ونقطة انتهى. من هذا؟ الرجل العنكبوت. مرحباً صديقي، أنت لست في الوقت المناسب. وحتى مع هذا ينوي الحارس القتال والذهاب إلى النهاية. ليس وقت النوم. بعد كل شيء، هناك شيء ما يحدث في هذه السينما. هذا العنكبوت المخادع مرة أخرى. لا مشكلة، هناك حل. هذا الرجل ليس له مكان في السينما، دعوه يذهب. لم يتوقع هذا البطل أن يندفع الرجل العنكبوت أمامه. إنه نوع غريب، أليس كذلك؟ إنه لا يعرف بعد ما هي القواعد. نعم، ولا يمكنه المرور أيضاً. لكن كل شيء يمكن إصلاحه عندما يكون لديك فكرة. هكذا، فإنه يقوم بشيء ما، دعونا نرى. أوه، رائع، سوف يقود سيارته إلى الصالة في وسيلة نقله الشخصية الرائعة. لن يخمن الحارس في الحياة ما يحدث بالفعل هنا. بفضل هاتين الفتاتين الرائعتين، فإنهما رائعتان لدرجة أنهما سمحا له بقيادة السيارة. بالطبع، لا يبقى البطل مديوناً، فإنه يقدم الضيافة لمنقذيه. يشعر حارس الأمن بالملل. نعم، لكن يتعين على الباقين أن يفكروا حول كيفية الوصول إلى السينما. على سبيل المثال، تريد الفتاة الخارقة حقاً الذهاب إلى السينما، وكذلك الرجل العنكبوت. من الجيد أنها قوية جداً، بحيث يمكنها بسهولة رميه إلى القاعة. أوبس، لم ينجح الأمر. أخطأ الرجل العنكبوت هدفه قليلاً. حسناً، ربما في المرة القادمة. حتى ذلك الحين، دعوه يجلس هنا. وتذهب الآيس كريم إلى سلة المهملات أيضاً. آه، لكنها بدت لذيذة. انتهى الأمر، لقد أغضبت الفتاة الخارقة. يكفي تحمل هذا. معركة فردية. تم استخدام الليزر. كنا نظن أنه سيكون مخيفاً، لكن اتضح أنه مضحك. ومن تحت الستار تذهب الجميلة إلى القاعة. هاي أيها الحارس، أين الجميع؟ وفي هذا الوقت كانت الفتاة الخارقة موجودة بالفعل في القاعة. بالمناسبة، ما هذه الرائحة؟ أوه، لم تدخل القاعة فحسب، بل أحضرت معها أيضاً شيئاً. إنها بيتزا. هل لدينا حفلة؟ ها هي التذكرة. أوكي. أوه، من هؤلاء الغامضون والمخيفون؟
بالمناسبة، ما الأمر مع الحارس؟ بعض العطاس الغريب، لكنه يعاني من حساسية تجاه القطط فقط. كانت العطسة عنيفة لدرجة أن العباءة طارت بعيداً. حسناً، أحمق موجود هناك مرة أخرى. الحارس غاضب، لم تظهر هنا البطلات الخارقات فحسب، بل كانت إحداهن قطة أيضاً. بالمناسبة، ساعدوا الرجل العنكبوت وإلا فلن يتعامل مع هذه العباءة. هنا إيجابيات، لقد أطفأ الضوء عن طريق الخطأ، وفي الظلام تستطيع القطة أن ترى تماماً على عكس أي شخص. يا حارس، لن تجد أي أحد. حسناً، باستثناء هذه الشخصية. بصراحة، إنه يشعر بالأسف قليلاً حوله. والفتيات موجودات بالفعل في القاعة، يقضين وقتاً ممتعاً ويأكلن الحلويات. لقد كان مساءً رائعاً. حارس الأمن مسؤول جداً عن عمله، فهو لا يسمح لأي شخص يثير الشبهات بالدخول إلى القاعة، تماماً مثل هذا. دعوا هذا الرجل الغريب يظهر لكم ما تحت سترته. حسناً، كل شيء واضح. هذا الرجل العنكبوت الذي جاء إلى هنا مرة أخرى، وحتى مع الحلويات، ومرة أخرى لم يأتي شيء منه. إذن من هذا؟ أوه، الرجل الحديدي، الرجل المشهور. بالمناسبة، ألقوا نظرة فاحصة، يبدو أن هذا مجرد قناع. يعتقد أنه يبدو رائعاً، لكنه في الحقيقة مضحك. نعم، من الواضح أن الفتيات لا يروه كبطل. إنه يريد الدخول في قتال ليثبت أنه رائع، لكنه مضحك جداً. هل هذه حلوى؟ نوعاً ما. لن تعتبر هذه حلوى، لذا هذا هراء، وليس هناك ما يسيء إليه. حارس الأمن لا يستثني أحداً. يذهب الطعام إلى سلة المهملات. وماذا يجب أن تفعل هذه الجميلة؟ بالمناسبة، لا تنسوا أن لديها قوة خارقة ممتازة، وهي بالفعل تعمل على شيء ما. الآن سوف تخفيهم بسرعة مع الفتاة الخارقة. وماذا بعد ذلك؟ انظروا. من هذا؟ إنها مجرد أم تريد الحصول على قسم من الراحة في السينما. يا له من طفل لطيف. أراد الحارس أن يحمله، لكن يبدو أنه كان مرهقاً قليلاً. نعم، عندما تصطاد أبطالاً خارقين طوال اليوم، يبدو كل شيء غريب. لهم يذهبون فليكن. وهنا الأبطال الخارقون الماكرون يجلسون بشكل مريح في القاعة ومستعدون لمشاهدة الأفلام، لكن عليكم أن تأكلوا قليلاً أولاً. الرجل العنكبوت قرر مرة أخرى أن يكون أكثر ذكاءً من أي شخص، لكن يبدو أنه لا يعمل. وداعاً وداعاً، فكر في شيء أفضل. ما السينما بدون الفشار؟ لكن اليوم انتهى وتعطل الجهاز. الفتاة الخارقة لا تستطيع تخيل فيلم بدون فشار، ونحن كذلك. لكن انظروا فقط إلى الحل الرائع. وهو أيضاً ساخن. نعم، هذا هو الحجم الصحيح. أوه، الرجل العنكبوت مرة أخرى. حسناً، توقع المفاجآت. بالمناسبة، هل سيذهب هذان الزوجان إلى السينما أم لا؟ الحارس عازم، لكن الرجل الوطواط ليس غبياً على الإطلاق. سوف يحل المشكلة بسرعة بمساعدة أجهزته الخارقة. لا، لم ينجح. لكن خدعة الستارة رائعة. وكالعادة، كان سبايدر مان محظوظاً. لقد عاد إلى الرحلة. أوه، كم يوجد دخان.
بالغ أبطالنا الخارقون بقنبلة الدخان، والآن حصلوا على دوش غير سار. حارس الأمن غاضب. لكن ليس وحده غاضباً، بل أيضاً هذا الرجل المتواضع. علينا أن نكون أكثر حذراً معه. إنه بالطبع يحاول السيطرة على نفسه، لكن كل شيء يسير بشكل خاطئ تماماً. وفي النهاية يصبح هالك. نعم يا رفاق، دعونا نكون معه أكثر حذراً. القرار الصحيح هو أن تكون ودودين معه. تعد الصورة المشتركة خياراً رائعاً. لكن عليكم حساب القوة. دخل هالك فقط إلى القاعة. الحارس ببساطة ليس لديه القوة للمقاومة، لذلك يمر الرجل العنكبوت أيضاً. هل حدث ذلك بالفعل؟ والآن الجميع يقضي وقتاً ممتعاً معاً. أنا أقوم بتشغيله. انتباه، رسالة عاجلة، لقد هرب اللص الخطير للتو. أمي أنا خائفة. هاي خذيها ببساطة، بالتأكيد لن يصعد إلينا. ولكن ماذا لو؟ الآن سنغلق كل النوافذ والأبواب. من أرى؟ كابوس، نحن بحاجة ماسة لفعل شيء ما. ماذا يوجد هناك؟ السارق أمي، لقد أخبرتك بذلك. هدئي من روعك، لدي فكرة، فقط لا تبكي. سنلقي بهذا الشرير بشكل صحيح. السجادة ومسدس الغراء، كل شيء في مكانه. نبدأ بالعملية. نفتح البساط الصغير ونضع عليه الغراء. الفخ جاهز. يبقى إعادة البساط. الآن ننتظر. منزل جميل، أعتقد أن هناك شيئاً للاستفادة منه. لندخل. ماذا حدث لساقي؟ لا أستطيع التحرك. يبدو أنه فخ. حسناً، قابلت التحدي. انتظروا الآن لأريكم. هذا ما تريده أيها الشرير. دعونا نختبئ في غرفة النوم، بالتأكيد لن يتمكن من الدخول إلى هنا. وأعتقد أننا بحاجة إلى نصب فخ آخر. ربما سيكون هذا في متناول اليد. هذه ألعاب التركيب. بالضبط، هذا ما نحتاجه. دعونا نرتب له هذه العقبات لنرى كيف يتعامل معها. سأضع كل ما لدي. هناك شيء مفقود. نعم، شرائط لاصقة لإزالة الشعر، هذا مفيد لنا. أفصل جزءا عن الآخر وأضع الجزء اللاصق للأعلى. فكرة رائعة، أحسنتي. يبقى فقط وضع الطعم. بالتأكيد سوف يأتي من أجلها. رائع، لنختبئ. غرفة النوم، يجب أن يكون هناك شيء ذو قيمة. أنا لست مخطئاً. أموال هنا، نقود.
كم هذا مؤلم! ما هذا بحق الجحيم! أوه! رأسي! هناك شيء عالق به! لا أستطيع أن أرى شيئاً! ساعدوني! أحصل على ما تستحقه أيها الشرير! فخ آخر! لقد عرفت ذلك! يبدو أن كل شيء هادئ هنا، لكن من الأفضل أن ألقي نظرة فاحصة. سوف أهدأ. الشيء الرئيسي هو عدم التنفس. أوه، أنا جائع. سأرى ماذا يوجد بثلاجة. أوه، دونات. هذا ما أحتاجه. كل اللصوص يحبون الحلويات. أوه، هذا القناع يزعجني. أحتاج إلى إزالته. يا له من دونات لذيذ. أها، فهو يحب الحلويات. الآن أعرف ماذا سأفعل له. دعونا نعد حلوى منمقة حقاً. خذوا بالوناً وضعوه في وعاء عميق. ضعوا فوقه الكريمة المخفوقة والآن زينه قليلاً. هذا ما تحتاجونه. سنقدم لضيفنا طبقاً جاهزاً. هذه الأسنان الحلوة ستسقط بالتأكيد. هذه الدونات ببساطة رائعة. أوه، ماذا أرى؟ إنها كعكة كاملة مع الكريمة المخفوقة. كيف أحب ذلك؟ لنجرب. أوه، يا له من انفجار مدوي. لا أستطيع أن أرى شيئاً. خدعوني، إنها كعكة مزيفة. أوه، هذا كل شيء. لقد نفذ صبري. أنقذوني، لقد هاجمني جورب. جورب؟ بالضبط، سيكون مفيدا لي. نحن نجهز سلاحا آخر لمحاربة السارق. أفضل طعم للشرير هو نقود. نلفهم في الأنبوب ونضعهم في الجورب. الشيء الرئيسي هو أنها مرئية بوضوح. شيء مفقود. مصيدة الفئران. استعد أيها الشرير، ينتظرك اختبار آخر. نخفي مصيدة الفئران في الجورب الثاني ونضيف المزيد من النقود. هذا المال سيكلف غالياً أيها السارق الحقير. سأتركه في مكان ظاهر. والآن أختبئ وأراقب. لا يوجد ألعاب ولا كعكة. كل شيء نظيف. هل هناك أحد مخفي تحت السرير؟ أوه، ما أرى هنا. هؤلاء ناس سخيفون يتركون المال في مرأى الجميع. أوه، يا لها من حزمة ضخمة. ماذا يوجد في هذا الجورب أيضا؟ أوه، أصابعي، لا أشعر بيدي. مصيدة فئران غبية. هل أنا أسمع ضحكاً؟ مرحباً، ها أنت ذا. من فضلك لا تلمسني، لقد كانت مجرد مزحة.
كلا أرجوك، نحن بحاجة ماسة لفعل شيء ما. دعونا نرى ماذا يوجد هنا. آها، سيارة شرطة. يمكن أن تخيف هذا الشرير. أنا متأكد من وجود شيء ما هنا. مجوهرات، ذهب، كنت أعرف. سأخذ كل شيء. أو كلا، الشرطة. علي أن أركض. قمت بإنقاذي، شكرا لك. لا تقلقي، انتهى الأمر. الآن أنت حرة. سوف يضعونني في السجن مرة أخرى. لا يمكنني ترك ذلك يحدث. انتظروا لحظة، إنها سيارة لعبة، إنها خدعة. وأنا صدقتها. سأريكم أيتها الفتيات.